طيب وكعادة بلدك في عز محيط حوالينا مضطرب، بلدك بتهدي في عز حروب وصراعات هنا وهناك، تلاقيك عايز تصالح في عز ما قوة إقليمية عايزة يعني تقسم تفتت تفرق تضرب أسفين علشان يكون ليها جزء يعني من كعكة الدولة المقسمة دي، أو تضر بأمن دول تانية مجاورة. تلاقي مصر بتجمع بتوحد بتحاول توفق وتصالح علشان ترجع للدول السيادة بتاعتها، ويرجع للدولة دي ناسها وأهلها يعيشوا بأمان مرة تانية على أرضهم. الأمثلة يعني على ده هتلاقيه كتير وكتير وكتير. يعني مثلا هتلاقيك حاولت عشرات المرات وما زلت بتحاول برضو ان انت تجمع الفصائل الفلسطينية على كلمة واحدة، اللي مع الأسف يعني نسيوا المحتل في فترة من الفترات في 2007 ورفع الفلسطيني السلاح في وش أخوه الفلسطيني اللي من نفس جلدته اللي بيتكلم بنفس لهجته اللي معجون بتراب بلده من نفس العرق من نفس التاريخ، لغاية ما شفنا فلسطين مع الأسف مقسمة، غزة في ناحية والضفة الغربية في ناحية، غزة بتسيطر عليها حماس والضفة الغربية متسيطر عليها فتح مع الأسف. تشتت تفرق مقيت، يعني كنت تحزن لما تشوفه. وطبعا يا بخت إسرائيل بالموضوع ده، يا سعدها يا هناها، ما هو زي ما قالوا زمان فرق تسد. وطبعا القضية الفلسطينية من ساعتها اتجمدت اتحطت في الفريزر بسبب الفرقة دي. إسرائيل هنا تخيلها كده عاملة زي كاتبوغة رسول التتار في فيلم وإسلامها، لما جت لو جت مثلا تسأل وتقول أكلم مين لما أحب أكلم الشعب الفلسطيني، هنا لو اللي في غزة قالوا كلموني اللي في الضفة هيقولوا لا ما يمثلناش، ولو اللي في الضفة قالوا كلموني اللي في غزة هيقول ما يمثلناش مع الأسف. فأنت حاولت ولسه ما يأستش بأنك تجمع كلمتهم مرة تانية، فيكون لفلسطين لسان واحد يعبر عنها، رئيس واحد يعبر عنها، حكومة واحدة تعبر عنها، مجلس تشريعي واحد برضه يعبر عنها فيعلى صوتها قصاد الدنيا كلها. نفس الكلام عملته في ليبيا، وقفت الحرب بين شرق ليبيا وغرب ليبيا لما طلع رئيس الدولة المصرية ورسم خط أحمر ما بين سرت والجفرة في ليبيا، علشان لا اللي هنا يضرب طلقة على اللي هنا، ولا اللي هنا يضرب دانة ولا قذيفة على اللي هنا. حقنت الدم الليبي، وبعد كده جمعتهم الاتنين مع بعض هنا على أرض مصر، جمعتهم في اجتماعات 5+1 علشان تحصل ترتيبات أمنية وما يحصلش أي اعتداء من هنا ولا من هنا مرة تانية. استضفت بعد كده مرات ومرات رئيس مجلس النواب الليبي، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، رئيس مخابراتك نفسه راح زار هناك ليبيا، شرق ليبيا وغرب ليبيا، علشان تهدي الأجواء وتوحد نوعا ما الفرقة اللي بين الشرق والغرب في ليبيا. نفس الكلام برضو عملته ولسه بتعمله مع السودان. تلاقيك بعد الثورة السودانية على حكم البشير الاتحاد الإفريقي فرض عقوبات على السودان، جمد عضويتها أصلا من الاتحاد. تلاقيك عملت قمة إفريقية هنا في القاهرة، سعيت بكل الطرق ان انت ترجع السودان مرة تانية للحاضنة الإفريقية. بعد الحرب اللي حصلت في السودان السنة اللي فاتت في 13 يوليو 2023 عملت مؤتمر قمة لدول جوار السودان، استضفت فيه دول جوار السودان علشان تهدي الأجواء في السودان، تشوف وسيلة تحل السلام في السودان. استضفت برضو مؤتمر للقوة السياسية السودانية، ورغم أن الحرب يعني فضلت مستمرة والشعب جزء كبير منه ترك البلد ولجأ للدول المجاورة، لكن برضو أنت ما يأستش لأنك بتقول دايما أمن السودان من أمن مصر. آخر حاجة اليومين دول وبرعاية مصرية عملت مؤتمر للقوة السياسية والوطنية السودانية، وعنوانه كان معا لوقف الحرب في السودان، تهدى السودان، يعود السلام للسودان، يعود الأمن للسودان مرة تانية. رئيس الدولة المصرية بنفسه استضاف برضو القوة السياسية والوطنية السودانية، بتحاول توفق ما بينهم، فقط كل هدفك إن الحرب دي تنتهي تخلص، إن أهل البلد يعيشوا بأمان في بلدهم، ترجع عجلة الاقتصاد مرة تانية تدور. ما هو بالعقل كده مين مستثمر هيتجنن في عقله ويروح يضخ فلوسه في مشروع في دولة فيها حرب؟ استحالة، لأن زي ما بيقال كده رأس المال جبان، يخاف تيجي لمصنعه قذيفة من هنا ولا دانة ولا صاروخ من هناك ولا واحد بقنبلة مولوتوف أبسط حاجة خالص يحدفها على المصنع بتاعه فتحرقه.
فتضيع كل استثماراته، فطبعا تلاقي البلد وقفت، تجمدت في مكان، او يا ريتها حتى تجمدت وخلاص، لا دي رجعت للخلف. ما هو التدمير والخراب بيزيد يوم ورا التاني طول ما الحرب دي لسه مستمره، وده اللي مصر مش عايزاه يستمر. لا انت استغليت حرب بلد زي ما غيرك استغل سوريا وسيطر على بعض المحافظات السورية، سيطر على البترول السوري قبل كده، ولن تستغليت حرب زي حرب ليبيا زي ما عملت دول تانية وسميت ليبيا ان هي إرث ورثت من أجدادك. انت هنا سياستك شريفة، عايز فقط الأمن، الأمان يرجع لدولة شقيقة جارة ليك، أهلها يرجعوا سالمين آمنين لحياتهم الطبيعية، عايز الكارثة الإنسانية دي اللي ضربت البلد العزيز ده تنتهي، عايز تصالح ما بين المتخاصمين يحصل لمصلحة السودان فقط مش لأي مصالح تانية زي ما البعض عايز وبيشتغل مع الأسف على كده. علشان كده مستمر في مددك بالمساعدات لأهل السودان علشان تستمر الحياة على الأقل في الولايات الآمنة. وأهم شيء شددت عليه امبارح كمان، السودان يفضل موحد، محدش يفكر يقسمه مرة تانية، كفاية قوي انقسامه لدولتين في 2011، كفاية قوي لغاية كده، مش عايزينه يتقسم مرة تانية، مش عايزينه يتفتت مرة تانية، لأن في قوته بالطبع قوة للعرب والكل المحيط بتاعه. فربنا يحفظ بلدنا آمنة مطمئنة قوية قادرة وسياستها شريفة ترفع رأس أهلها دايما، ويرزق أهل البلد دي ناسها اللي استحملوا كتير وكتير ضغط المعيشة، والملايين من اللي لجأوا ليهم من دول الجوار، يرزق أهل البلد دي رغد العيش. اللهم آمين.